24 ساعة. حبيبي مبروك ودايما يا رب مكسرين الدنيا كلكم. الأستاذة زينب والنعم. قبل كيف كانت غنية البرايم؟ حلوة جدا. ايه ده ما كلمناش عليها. اوكي انت لاحظ سؤال معلش. كنا نقول دائما عزيز انه هو مبدع وملبوس. السؤال هنا انت تغني بلاي باك ولا لايف هذا؟ فعليا ما شاء الله تبارك الله. احنا هنفوت ازاي؟ لا فعلا انت غنيت حلو جدا 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 والله العظيم. كان تحدي بالنسبه لي لانه ما كنت كثير حافظ الكلمات وقدرت اديها بطريقه كثير حلوه مثل ما انت قلت. زينب انا الاغنيه دي انا بحبها حب مش طبيعي. غنيت امبارح حلو. انا بحب اقول لك الاغنيه دي جدا. في الاخر حصل ثلاثه شويه هي كانت كلمه بس كانت حاسس مهمه. بس انا حاسس ان دي مش اول مره. مش اول مره صح؟ بتحصل كتير. بتحصل كتير كتير. طلعت out of tune في آخر كلمة. خلاص أنا تعودت على الأفلات كلها تبقى كده. ما ناخذ الأغنية من البداية للنهاية ونحاول ناخذها بنفس واحد يعني قسميها بذكاء علشان برضو ما يروح نفسك علشان ما تأثر على القفلات حقتك. يعني واخدة جايزة النفس الطويل واكتر واحده ما عندهاش نفس. فارس وفاروق البرايم اللي فات كنتوا رائعين. بس احنا هنخلص وهنقعد مع بعض عشان اغنيه عاوز اسمعكم الاغنيه ان شاء الله تعجبكم باذن الله. ويا ريت نقعد مع بعض كلنا برضو ونسمعها كلنا. وقت الحقيقه ولحظه الانتظار صافي. يلا بينا. يلا بينا. يلا يلا عبد المجيد ونواف اكتسبوا خبرة بدعم من هيئة الموسيقى واليوم أخذوا مكان حسن في التقييم الأسبوعي وبنشوف هل هم صريحين مثل حسن ولا لا. بصراحة دي أول مرة نعمل جلسة بعد الحفلة المباشر بدون الأستاذ حسن. حسن مسافر. ربنا رجعه بسلامة إن شاء الله. بسمة ألف مبروك على الأغنية. الله يبارك فيك. تسلم. كانت صراحة جميلة جدا. الحمد لله. بس ما أنا عجبتني بوقفتها ثقتها أسلوبها وهي قاعدة تتحاكى مع الجمهور مع الأغنية مع حسن مع الناس. كانت ثقة جدا رهيبة. إحساسك وصل وأنت واقفة فعلا. الحمد لله. شكرا. برافو. شكرا. صح أبدعت على المسرح. صحيح. صح مرة. شكرا. برافو. والله لسه تراني مغرورة مع إني عكسي كده أقسم بالله. في شغلة مهمة لك أنت الأسبوع هذا راح يكون عندك